ثمنت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة فوز فريق المضادات الحيوية بوزارة الصحة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وذلك ضمن جوائز التميز الحكومي العربي والتي تقيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وهنأت وزيرة الصحة رئيسة المشروع الدكتورة جميلة سلمان وفريق العمل على الكفاءة والتميز في العمل واستمرار تصدر المشروع الهام للمراكز المتقدمة في مختلف المسابقات محليا ودوليا، مبينة بأن الوزارة فخورة بكوادرها المبدعة والطموحة، موضحة بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار ما تبذله حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله للاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي. وأشادت الوزيرة بما قام به فريق عمل المضادات الحيوية بوزارة الصحة وما بذلوه من جهد متميز طوال الأعوام الماضية نظرا لأهمية مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وما يمثله الازدياد في نسبة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من مشكلة عالمية تهدد النظام الصحي عالميا وإقليميا. وأكدت وزيرة الصحة على استمرار تشجيع الوزارة للطاقات المبدعة من الكوادر العاملة في المجال الصحي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التميز المؤسسي.